معالي الوزير المحترم ورئيس المجلس الإداري المحترم لحضرية السيادة السيد العام المحترم سيد الرئيس المجلس العام المحترم سيد الكاتب العام المحترم سيدة المديرة وكان الحضرية المحترمة إخواني السادة والأصحاب الأعزاء أيها السيدات والسادة والحضور الكريم، فكلمتي هاتي أنوه بعمل الوكالة الحضارية للنظر بدورها الأساسي والرئيسي والرياضي في تحقيق ومواكبة الأوراش التنموية تنجزها جماعة الترابية وكذا النظر بدورها المحوري وتقديم المساعدة التقنية والفنية والقانونية للجماعة للجماعات في كل ما يتعلق بالتدبير والتخطيط الترابي. فتراب جماعة حميدتي وإن أقول جميع الجماعات تابع النفوذ الترابي للوكالة الحاضرة للسيارة الكبيرة تعرف الدينامية التغييرية وأمرار هائلة ولا بديل منذ إحداث الوكالة الحاضرة للسيارة الكبيرة منذ 1913 والفضل لا يرجع فقط إلى إحداث مؤسسة الوكالة الحضارية للتراب العام للسيارة الكبيرة وإنما يرجع أساسا إلى تأييد السيدة حافظة أعراب على رأسها حيث عملت منذ البداية على نهج مقار التواصل الإيجابي والإنصات الفعال مختلف الإشكالات وترفع إليها من خلال العمل منذ الوهلة الأولى على تسريع تحيين تغطية معنية ذات تراب جماعة حميدتي حيث استطاعت بالتغطية منها وبإشراف السيد العام إخراج تسريع الجماعة إلى حيث الوجود في أكثر الأجانب وبناء على مشاورات استشارات موسعة لجميع المصالح المالية كما هو بالدور الذي تقوم به الوكالة الحضارية في مجال المساعدة والتقدير التقني وأذكر على سبيل المثال الحفر إعداد دراسة تقنية لازمة لإنزال مشروع وتنسيق طريق تقوية الطريق المنطقي رقم 1 شارع الحسن التالي والتي تمر عبر تراب جماعة حميدتي إضافة إلى الطريق المحاذية لطريق السياحة. ناهيك عن المجهودات الجبارة التي قامت بها الوكالة الحضارية للمجال إنزال المشروع الحمراء خاصة بإعادة إيواء دور الصافير لجماعة حميدتي. ولضمان استمرارية هذه التنمية عرفت الوكالة الحضارية على سبيل التبرع نلتمس من السيدة حافظة أعراف مديرة هذه الوكالة التراجع عن طلب التقاعد الذي تقدمت فيه من نظر الحاجه الماسه الى خدمتها التقديريه ذات المستوى العالي التي تقدمها للجامعه كما نلتمس معالي الوزير والسيد العام التفضل بعدم قبول الطلب وتقدم السيده المديره الموضوع وخروج المذكره ذات التواصل التعاون صارت دائما لمختلف الملتمسات والاشكالات ذات الطابع التعبيري والهندسي والتقني وحتى القانون التي تقدم الى وتدعو بها يديها حيث تبدأ في ايجاد حلول كثيره لمختلف الاشكالات التعبيريه المستعصيه وذلك من اهل القوى اقتراح يوم خدمه مهنيه هادئ جدا اقتراح كنت في البدايه بحكم تدرجها بمختلف مناصب المسؤوليه المركزيه والاقليميه وبالنسبة أتقدم بجد استقراحات أصالة العملات وديانة الباقي وأصالة جماعة الترابية بعمل سخيرة مالية السيد عام السابلة سخيرة مالية على الدور الفعال الذي يقوم به من أجل ظهور بالجماعة الترابية تبع العمل الجماعة على جميع الأصعدة مالية تحقيق الجميع المستدامة لفائدة مواطنها خاصة فيما يتعلق بإعادة إيواء القاضي بدور الصافي بجماعة عناتي في إطار المشروع الحمراء ووفق الإعلان عن جماعة عينتي مدينة بدون صافير وكذا بالنسبة للإعلان هيكلة التنوير الإعياء ناقص التجهيز من أجل توفير سكن رائع لهذه الفئة الساكنة وفي الأخير أشكر السيد معالي الوزير والسيد عامل عمالة صغيرة تبارة والسيد كاتب العام والسيدة المديرة والسادة الرؤساء جمع الدروب والسلام عليكم وشكرا لكم.